هذوما الصور لان 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 نسوقوهم باش ننظموا كاس امم افريقيا. هذه الصوره اللي نسوقوها على الكره واقع كره القدم الجزائريه. عيب والله غير عيب. وضعك في الصوره غايتنا. اليوم تقول لي مؤامرة، أنا ما نحبش كلمة مؤامرة. يا ناس ما 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 تكونوش نقطة في أجندة ناس، تكونوش نقطة في أجندة ناس. اليوم اللي حاكم الكلوب لي ديريجون لي كيما مولوديا ولا جياسكا اي بوكو دو ديريجون، هما اللي يديروا ريكريتمون، هما يجيبوا لي زونتريدور، هما يجيبوا لي جوار، هما يصرفوا، هما بتات يكونفليو لي صالير، وهما يكونوا مسؤولين على ضعف النتائج فيها 10-20%. أخطاء تحكيمية كيما قال الشيخ مازا كلها استفادت وتضررت. كل الانديه عباره رائعه رائعه، كل الانديه استفادت وتضررت. ما نبداش نلعبوها لا فيكتيم. ما يحدث اليوم، نقول لك علاش اليوم، اليوم كاين ضجه اعلاميه، رانا في لادين اللي ندروات اليوم. الناس راهي تقوي في الحس اونتي جيمي، سمحوا لي اطور واريزون. لماذا تقوي في الحس؟ باش دير ضغط على الحكام باش الحكم يغلط اون لور فافور. سي سا سي اون استراتيجي بيان سور. اليوم انا حكرتني البروش، انا حكرته اللي صار عليا ضغط سيسبوندا، من بعد يجي زكريني سيسبوندا، تروازيام اربيت يجي ما يجي مازا، مازا يسي ما يغلطش معاهم. صحيح. فهمت؟ سي اون غير بسيكولوجي. سكو بتروفي نورمال كل الانديه تشتكي. كل الانديه تشتكي. سي فري كاين اخطاء واخطاء كبيره، لكن حط روحي في بلاصه الحكام. مانيش نقول لك سي سون دي زونج. نحط تشتكي رفيق علاه؟ باسكو ما كاش النيه رفيق. باسكو عارفين الانديه بلي كاين تلاعبات. بالفعل كاين تلاعبات. باسكو الانديه على بالهم بلي كاين تلاعبات للكلوب، كاين راشي ومرتشي. شيخ كاين تلاعبات. حنا نهضروا تلاعبات شيخ، نهضروا على المرتشي. كاين راشي ومرتشي، مانيش هذا دولار بسولي واش نتكلموا. هما بيقولوا رشوه وبيع وشراهم، يقولوا هكذا سمي رشوه. كاين راشي ومرتشي، حنا نهضروا على المرتشي. حنا في لابريس او فلان ما نهضروش على راشي وكانه راشي. إذا هذا هو الراشي ديما ديما الدراهم، شكون ما يهضرش عليه وكأنه حاجة مليحة. حاجة مليحة. سي انكرويابل، سي انكرويابل. يا أمير، يا أمير، أمير، اسمح لي، على بالي بابا راه معاه. لا لا. وما نحرجكش. والو، أنا في. خليني نقول لك. والله عندي لي ستات. والله راني أنا في رمضان. جو ديفون بيرسونيل أنا. كي تهضرت لي على لم يعتمد. يا أمير. لم يعتمد. راهي تضحك. كاين أسماء. اسمح لي اسمح لي. كاين فريال وهاب أسماء اللي ما كي تقول لي مايستر بيترين نقول لك. لا 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 بالمقلوب. أسماء أسماء فريال. كاين كلهم الناس عم يدعموا في اسماء فريال، وخليني نحبس انا امير من فضلك. لا لا كادرك اسمح لي نحبس انا. الدعم كله الاسماء فريال، اسماء اسماء فريال، اسماء وهاب. ماشي تربيتي بصح علاش بصريف لكم دافريك عطاولها لي ماتش. اسمح لي الله رجعت فريال هذه وهاب. انا هضرت مع حيمودي قلت له نبعث لك جورناليست تاع الكاس يدير على عيد المراه مع اربيت مراه مراه. قلت له في الجي يخدم. قلت له بالك مع هذه واسمها لم لم يعتمد. واش يقول لي؟ على ما يخدمش مع فريال وهاب؟ في ورد ونحبس هنا ما نعطيش قراءه واحده اخرى. باش تقول لي تاربيتري. اسمح لي امير، ما شوف لي يا امير، ما راهيش تاربيتري صافا؟ ما راهيش تاربيتري. وكان انا اللي نتبع نتبع على ديزيتي. بصح تبع بصح كاينه حاجه لا فاش تبع كاين اللي يستاهل على لم يعتمد. كاين دي زاربيتر دي زوم ما راهمش ثاني تيربي. سمع لك قبل ما كان بشاري. لا 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 انت ما تقدرش تقول لي يستاهل. حتى هذا الدولار بسري. اسمح لي انا نبيل، حتى هذا الدولار بسري نبيل. اسمح لي هذا الدولار بسري. انا عندي عصام عبد الفتاح كي كان وقت بشاري كان حيديها لكم دافريك في مينين. ما قالش على محاط وما قالش على فريا، ما قالش على واحد اخر، قال على لم يعتمد. قالها خلاص. انا في بشاري يعطيك ماتش نديك. واسمح لي ما اداهاش. يجي هذا حيمودي واش يقولها؟ ماشي حق عليه. انت تستاهل تكون وكيل عليهم ربي ولوجيكمون طاري يعطيك ماتش. كي جيت انت يا حيمودي اي لاك اوديسات ما عطيت لها حتى ماتش. ما تقوليش انا عندي دي ستات وعندي نتكلم ماشي خاطر ننطق على الهواء. لو كان ننطق على الهواء نسكت. واضح رفيق واضح. حقارها واضح. حقار هذا حيمودي حقار كيما كان بشاري حقار. واضح رفيق واحد. خلينا مع ملف التحكيم ونشاهدوا فيديو. رفيق ما راك مزعف هذا الفيديو. باسكو نقول لك سهلك بغينا نشوف رفيق الفيديو. رفيق الفيديو راه في الصورة. هذا حيمودي كيتكلم على الوالد تاعك في ليكوليت. ما نخدمش معاه وما نديرش بدا كيتكلم في ليكوليت وعندي شهود عليه اللي ما خدام معاه. نقطة نحبس هنا أمير. واضح رفيق. رفيق قاتلنا هذاك الفيديو.
رفيق اللي ما تخليش اشياء نعرفهم امير. انا شوف شوف ليا رفيق انا تعلمت نعلقوا كي يكون عندي المعلومه رفيق نعلقوا على الفيديو من فضلك انا من غالبك كي يكون عندي 1000% غالبك انتهى الوقت انتهى الوقت نعلقوا على الفيديو نعلقوا على الفيديو امير ورفيق ومصطفى مازا هذا فيديو من هنا يجي يضلك على التحكيم انت الهدف هو البان والرئيس تاع نجم البار رئيس الشباب سكيفدا سابقا يضل يهضر على الطب ويضل يهضر على التحكيم وهذا اليوم تشوف وقف الصوره وقف الشيخ مازا هنايا سيبورتور ماركي البيت سيبورتور وليد دخل على الرجل ومن بعد حسبوا يجي يقول لك كيفاش واش يدير لك انا الحاكم هنا نقول لك انا شوف البطوله اللي فيها خلينا شوف هاوليك سيبورتور هو اللي ماركاها سيبورتور ماركاها شوف هناك كيف يضربوا في الحارس يضربوا الحارس ومن بعد يطلعوا يضربوا الحاكم انا حكم المباراه بعد ثواني فقط يعني ثواني كمل الفيديو كمل الفيديو هنا يضربوا فيه هذا ثواني شو الحاكم فيليو. شو الحاكم يا خبر نتكلم على واقع التحكيم نتكلم على واقع التحكيم مش من واقع التحكيم فهذه مباراه نجم قليعه معود الفضه هذه البارح في نهار رمضان كوارث كوارث هذه تحدث في البطوله الجزائريه علاش تكلم انت قلت مؤامره الناس ايش تجي كلمه مؤامره يا ناس ما تقولوش نقطه في كلمه مؤامره ما تقولوش نقطه في اجنده الناس جبتها في رفق جبتها من وسائل التواصل الاجتماعي لا 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 علاش نقول لك انت اللي جبتها اللي جابوها من اللي جابوها ما تقولوش مؤامره ما تقولوش نقطه في اجنده الناس باسكو شوف الفضايح شوف شوف عطينا فيديو عطينا فيديو لا 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 انت تدخل مؤامره على الشبيبه كما قالها شباب القبائل اللي تجيب لين ميتاع جياس كي ما يتمناش شباب القبائل تهبط القسم الثاني ما كانش لكن واقع كيما هذا في البطوله الجزائريه علاش حنا نديروا الشعبويه ولا الفريق اللي يجتهد يهبط اسمح لي يهبط علق لي على الفيديو لا شيخ ماشي على ماناش نقولوا بصح جياس كان علق على الفيديو علق على الفيديو امن شوف يعني علقت على الفيديو قلنا الرئيس هو اللي ضل يتكلم ويقول التحكيم وكذا الجماهير راهي خلف المرمى هو اللي ماركا شوف بيسير شوف زيدو ماركا لا لا سيبورتير هذا حيش قيلوا بالماضي يا اخ انا شفت خطرة في البرازيل وقيل شوف مدلك مدلك سلك ايكيب تاعو من بيت شوف نبيل وتحشمو من العيد اللي خرجها تاع نبيل نبيل انا خدمت في الاقسام الدنيا تحت خدمت نعرف هذه الاشياء علاش انا دائما نندد احنا نتكلموا كثير على البطوله المحترفه الاولى والثانيه ونتناسى ولا ننسى البطولات اللي جايين في البطولات الهوات والله غير كارثه تاع الكارثه والله غير ما تبان شوف والله هاك شوف هاي لك النموذج هذا هو والله ما تبان واش هو صاير في الرابطه الاولى والرابطه الثانيه وعيب عيب لانه تتسوق صوره مثل هذه وراك تحب تنظم كاس امم افريقيا اسمح لي خويا العزيز اسمح لي الله فضيحة والله هذه نجم القليعة اللي نلعبوا على الصعود مع شبيبة الأبيار هذه معود الفضاء هذوما الصور اللي نسوقوهم باش ننظموا كأس أمم إفريقيا هذه الصورة اللي نسوقوها على الكرة واقع كرة القدم الجزائرية عيب والله غير عيب لا لا بزاف الناس لا لا اسمح لي دوك نقول حاجة شيخي أنا بزاف الناس تضررت مدربين تضرروا جماهير تضررت فرق سقطت من غير حق تضررت حكام تضرروا فهمت نقول حكام تضرروا علاش على بالي واش غادي نتكلم اليوم نتايا حاكم تقول حاكم يمشي عيب تقول حاكم يمشي واضح شيخ عيب وما تقول لي ديت انا لقب وطلعت وهبط وديت 10 القاب وديت كاس الجمهوريه وديت ما ديت والو في الجزائر على بالي كيفاش تسير الامور شكرا لك شيخ مصطفى مازا امين صحه صحوركم صحه صحوركم السلام عليكم صحه صحورك نكلم لك حاجه برك صحه صحور الجميع صحيح شكرا هذا على حمودي ومثال حمودي اللي يكون برا منصب المسؤوليه يكون بوجه ويكون داخل مصاب المسؤوليه واللي بوجه هذا نختم بهذا الحديث. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات وما تبخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا وكيف العاده نتشوفوا في فيديو جديد ديما مغرب.